هينضم لنا من خلال زوم المتحدث التحفيزي أحمد صلاح، اللي هنعرف منه رأيه في موضوع حلقتنا النهاردة والتفرقة ما بين الولاد. أهلا بيك يا أستاذ أحمد. أهلا وسهلا، ازيك يا أستاذة إيمان؟ إيه الأخبار؟ طبعا هي مشكلة تبان عادية بس حقيقي بتعمل انفجارات جوه البيت، يعني بتلاقي في اخوات بياكلوا في بعض، بيقطعوا في بعض بسبب الام او الاب. انا عايز اعرف بس منك الاول، انت بتشوف التفرقه دي ايه؟ يعني الشكل العام كده لما ام تفرق ما بين الولد ده والولد ده، او البنت دي والبنت دي. انا بشوف ان المشكله دي مش مجرد في نطاق مثلا انه بيعمل خلاف ما بين اخته واختها او اخ واخته، دي مشكله بتأثر على المجتمع كله بشكل كبير. زي ما هنبدأ نشوف ايه آثار الموضوع ده، هو مش آثار على فرد، لا، هو الطفل الصغير ده هينشأ بعقد نفسية، العقد النفسية دي هتكبر معاه وهيصبح أب غير سوي أو أم غير سوية، فدي هتلاقيها مشكلة داخلة ودايرة لازم تتحل. عشان كده أنا بحييكي على الموضوع ده لأنه خطير جدا.